الحكيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. القول بالحق ثم الاستقامة عملا على الحق، هذان أمران يجب على المؤمن الالتزام بهما. هذه الآية الكريمة تقول إن الذين قالوا ربنا الله، هذه العقيدة تفوهوا بها، ذكروها بلسانهم، ومع ذلك استقاموا على هذه العقيدة في مقام العمل ثم استقاموا. هؤلاء تتنزل عليهم الملائكة، الملائكة تبشرهم دنيا وآخرة، ومن الطبيعي أن الاستقامة على الحق تكلف الناس وتكلف الإنسان أحيانا كثيرا من المشكلات، ولذا أكد القرآن الكريم أكثر من مرة على الاستقامة على الحق، ويجب على المؤمنين جميعا في كل زمان ومكان أن يتعلموا الاستقامة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن العترة الطاهرة رسول الله الذي أمر القرآن الكريم بالتعلم منه واتباع سنته واتباع سيرته، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة باتباع العترة الطاهرة واتخاذ سيرتهم عملاً. رسول الله صلى الله عليه وآله لقي في سبيل ذلك، في سبيل الإسلام، الكثير من المشكلات منذ بدء الإسلام ومنذ إعلانه صلى الله عليه وآله الإسلام في مكة المكرمة ابتداء البعثة، وقرابة 13 سنة مكث رسول الله في مكة المكرمة وسفره إلى الطائف ومكثه بعد ذلك في الشعب، شعب أبي طالب رضوان الله عليه، ثم هجرته صلى الله عليه وآله
لما كادوا برسول الله وأرادوا أن يقتلوه، هجرته بأمر الله سبحانه وتعالى إلى المدينة المنورة. وما لقيه صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة من المشركين ومن المنافقين إلى أن استشهد صلى الله عليه وآله في هذه الفترة كلها قرابة 23 سنة، لقي رسول الله صلى الله عليه وآله ما لقي من المآسي، من المشكلات، من الأذى، من الآلام، من التهديد، من المظالم، نتيجة استقامته صلى الله عليه وآله على ما قاله في مكة المكرمة. رموه بالحجارة حتى أدموا جسمه وجرت الدماء من رأسه إلى قدمه صلى الله عليه وآله، وسبوه وآذوه وسفهوه صلى الله عليه وآله، وبكل الوسائل والأساليب، حتى جاءوا إلى أبي طالب رضوان الله عليه وطلبوا منه، المشركون جاءوا إلى أبي طالب وطلبوا من أبي طالب أن يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكف عن تبليغ الإسلام ويجعلون رسول الله ملكا عليهم، يغدقون عليه بالمال، يعطونه كل ما يريد. وقد ورد في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعمه أبي طالب: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما فعلت. هذه الاستقامة على المؤمنين في كل زمان وكل مكان، وفي هذا الزمان أن يتعلموا الاستقامة من رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله استقامة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وما نتج من هذه الاستقامة من أنها سلام الله عليها استشهدت وقتل ابنها المحسن في هذا السبيل. ولولا استقامة فاطمة سلام الله عليها ما قتلت في ريعان شبابها، وكانت تضحيتها سلام الله عليها نتيجة للاستقامة على أنها قالت ربي الله واستقامت على ذلك وعلى أمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا بعد ذلك استقامة سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه خمس وعشرين سنة بالحرمان من أي مزاولة وحرية قولا وفعلا، وجلوسه صلوات الله عليه في البيت حتى يبقى الإسلام وحتى لا يفنى الإسلام، ثم قيامه بالأمر صلوات الله عليه بعد 25 سنة، وحكومته خلال 5 سنوات تقريبا، وما لقي خلالها من شد المآسي حتى استشهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وهكذا بعده الإمام الحسن صلوات الله عليه، وبعد الإمام الحسن الإمام الحسين صلوات الله عليه، والاستشهاد يوم عاشوراء
له ولإخوته وأبنائه وأبناء عمومته وأنصاره يوم عاشوراء في كربلاء المقدسة، وبعد ذلك الأئمة الأطهار واحدا بعد آخر لقوا ما لقوا. هذا التاريخ لرسول الله صلى الله عليه وآله، وللعترة الطاهرة أكثر من قرنين المليء هذا التاريخ بالفجائع والمصائب والمظالم بالنسبة لسيد الأولين والآخرين وعترته الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، نتيجة الاستقامة على المؤمنين والمؤمنات أن يتعلموا الاستقامة من رسول الله، أن يتعلموا الاستقامة من العترة الطاهرة. فإذا رأوا وواجهوا في سبيل الإسلام، في سبيل تبليغ الإسلام، في سبيل تبليغ القرآن، تبليغ أحكام القرآن، في سبيل تبليغ الرسالة، في سبيل تبليغ الإمامة، إذا لقوا مضايقات ومشكلات اقتصادية، مضايقات ومشكلات سياسية، مضايقات ومشكلات اجتماعية، مضايقات ومشكلات عائلية، أن يكونوا مستقيمين كما قال القرآن الكريم: ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. خصوصا الشباب المؤمن والفتيات المؤمنات في بلاد الغرب، لكي يعرفوا الدنيا بالقرآن الكريم وبرسول الله صلى الله عليه وآله وبالعترة الطاهرة، فيتحمل المشكلات المختلفة في سبيل تبليغ القرآن الكريم وتبليغ رسول الله وتبليغ العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين، يتحمل كل ذلك حتى يكون مصداقا لهذه الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع بذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.